مدلين كلاب، بشتغل في مجال الصيد والسياحة، عندي مركب صيد ومركب مركبين سياحة. طبعا مجال شغلي في السياحة بيقتصر على الصيد، وبالشتاء بشتغل في شغل الصيد. هو وضع الكورونا وضع البلد حاليا، احنا يعني شغلنا كثير صار بالنازل حاليا، بنشتغل على قد مركب واحد، والثاني بنحاول ان نجهزه بحال انه يعني انه البلد تتصلح افضل من هيك. وانا من ضمن ملتقى رياضيات الزراعه الحضريه.